بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم شرحنا في القسم الرابع القسم الأصول الثلاثة صحيح الأصول الثلاثة الرابع قلنا أن الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر والمؤلف يعني بدأ ينوع لك أحيانا بالعدد وأحيانا بالسؤال والإجابة بالدعاء يريد أن تنشط وتضبط هذه المسائل. طيب غير هذا نعم فإن من أسباب العلم معرفة العبد ربه نعم العبد ربه ورأينا المعرفة وجود الله الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة وهي العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل لعاقل ينظر في هذا الكون وما فيه من الانتظام البديع إلا ويثبت أن للمخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس كالدعاء مثلا الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. الرابع الشرع وهذا كثير فتح الله عليه. نعم النقل الصريح والسليم لا يمكن أن يخالف الشرع لا يمكن لعقل صحيح سليم باقع الفطرة أن يخالف الشرع. نعم إن الآية الحمد لله رب العالمين تبعت الأقسام التوحيد نعم أن في الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة وأنت تحمد الله لأنه هو الرب فالرب هو المعبود والمنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. وقلنا هذا كثير في القرآن وأن الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وكان يلزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم نعم إذا قيل لك بما عرفت الله تقول بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار طيب والشمس والقمر وغيره. نعم أن أول النداء أن يا أيها الناس فيها أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد ويا أيها الناس أي من مؤمن وكافر ومنافق اعبدوا أي وحد ربكم. لماذا؟ قال لأنه هو الخالق والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد بالربوبية احتجع بهذا على توحيد الألوهية ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله فلا تجعل لها أندادا بأول نهي في القرآن نهي عن الشرك الند الشبيه والنظير والمثيل واتخاذ الند مع الله نوع من أنواع الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية فتح الله عليه. نعم أن الند الند هو النظير الشبيه والنظير والمثيل فتح الله عليه وغيرها. نعم قلنا أن تكثير الأدلة من باب إقامة الحجة نعم المخالف وإن كان الشرع كافي في ذلك صحيح. لكن ماذا نصنع؟ نأتي بكل حجة حتى نقطع المنازل. نعم طيب من يقرأ لنا؟ قرأت؟ بسم الله قال ابن كثير رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله قل قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم أي أن المنفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالألوهية. نعم أنواع العبادة التي أمر الله بها نعم
الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك أنواع العبادة ويذكر لك شيء من أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لمن؟ حق لك. هل يصح أن يصرف شيء؟ شيء هنا تعم القليل والكثير. هل يصح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله؟ لا. من صرف شيء قليل أو كثير من العبادة لغير الله قال فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى وأن المساجد لا وما يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب فتح الله عليه. الآن إخواننا نحن نريد أن نتعلم الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل هذا لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، نرجع فيه إلى العلماء. فإذا كفر العلماء كفرنا، وإذا توقف العلماء توقفنا. أبين أكثر، يعني الذبح لغير الله محبة وتعظيما حكمه شرك أكبر. رأينا إنسان يذبح لغير الله فماذا نصنع؟ نقول هذا الفعل شرك أكبر، لكن هذا الفاعل نأخذه ونذهب به إلى كبار العلماء أو نكتب لهم أن فلان صنع صنع، هم يقيموا الحجة على هذا ويكفروا. ليس لنا الآن أن نكفر الأشخاص، مفهوم؟ لماذا؟ لو جاءت مرأة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالب؟ ماذا نقول؟ نقول الله أعلم، لابد نرجع إلى العلماء. إذا خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه، فما بالك بخروج إنسان من الإسلام نقدر عليه؟ لا، من باب أولى. وهذا الأمر الناس فيه انقسموا إلى طرفين وسط، خوارج يكفرون، مرجئة لا يكفرون، أهل السنة يتوسطون. فنحن طلاب، الحكم على الأشخاص يحتاج إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. فإذا كفر العلماء توقفنا؟ لا، كفرنا، مفهوم؟ نعم. فإذا قال العلماء أن هذا فلان كذا وكذا كافر، ماذا نصنع؟ نكفر. وإذا توقف العلماء توقفنا. أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، سألنا العلماء قال إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، مستهزئ مثلا كافر. ففي مسائل عندنا يتوقف فيها العلماء، فماذا نصنع؟ توقف. هل نستطيع الآن نحكم على المعين؟ لا. فهذه المسألة الآن المسائل ندرسها، نريد أن نبين الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل نرجع فيه إلى أهل العلم. طيب أنواع العبادة التي أمر الله بها، هو ذكر رحمه الله تعالى أنواع العبادات، منها من يذكر لي الذي يحفظ المتن بماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى؟ بدأ بالدعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة يأتينا؟ استدل بدليل من القرآن وبدليل من السنة. دليل القرآن قال تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا، أصبر يا أخي، أصبر علي. نعم، دليل الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعاء، هذا فيه أن الدعاء هو العبادة. فتح الله عليك. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة، انتبه، ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة.
دعاء العبادة صرفه لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، دعاء عبادة. الثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. تأتي مرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد، هذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالك وهو ميت، هذا شرك أكبر فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، هل يصح دعاء طلب دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم، لكن بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب، قادر خرج بهذا العاجز، سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. بالمثال يتضح المقال بإذن الله. أنا الآن أطلب من الأخ أن يحضر لي كاسة ماء، حي وحاضر وقادر وأعتقد أنه سبب، إن جاء بالماء الحمد لله، إن لم يأتي به أأتي به أنا أو يأتي به فلان، يصح؟ يصح. مثل الدعاء الاستعانة، أقول يا فلان أعني في حمل هذه الطاولة، يصح؟ حي وحاضر وقادر وأعتقد أنه سبب. غرق فلان في الماء في الماء في البحر وينادي فلان على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، أغاثك الله، يصح؟ حي وحاضر وقادر وسبب. حصل حريق في المنزل، اتصل على الشرطة أو على الإطفاء وقال أسرعوا أغيثوني أغاثكم الله، يصح؟ حي وحاضر وقادر اعتقد أنه سبب. لكن غرق في البحر وأخذ ينادي التيجاني، ينادي الولي الذي في الهند، فهذا غائب وميت، هذا الشرك أكبر، لأنه اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع دفع النظر. مرة أخرى، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. ومثل الدعاء هنا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة. طيب، الآن هذا معناه أن دعاء العبادة دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان القال المقال. دعاء بلسان الحال: إنسان يصلي، يصوم، يطلق اللحية، يقصر الثوب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يطلب العلم، حاله كأنه يدعو الله بأن يدخل الجنة، صح؟ نعم. إذن هذا دعاء بلسان الحال، حتى عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا دعاء بلسان الحال. أما دعاء بلسان المقال يقول اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء بلسان المقال. إذن هذا معنى أن أعمال العباد كلها تحت هذا الباب، باب الدعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. ولهذا كان الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وبدأ المؤلف بالدعاء، لماذا؟ لأنه يشمل لسان الحال ولسان المقال. الثاني الخوف. الخوف، نعم. والدليل لقوله تعالى: فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف لله. أي خوف؟ يقسم العلماء رحمهم الله، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، الخوف إلى ثلاثة أقسام:
خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. الآن تصوم رمضان، ترجع للبيت ولا يراك أحد إلا الله، تأكل؟ لماذا ما تأكل؟ لماذا ما تشرب؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. خوف عبادة وتعظيم، تعظم الله سبحانه وتعالى، وسر. صرف لغير الله شرك أكبر. طيب، تقول لفلان تعال معي اليوم إلى مكان كذا حتى نتعشى مثلا، يقول لا أخاف. من؟ قال الولي الذي في الهند يراني. فهذا شرك أكبر. إذن القسم الأول من الخوف، خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، جائز، يخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، من السباع، يصح، فخرج منها خائفا يترقب، لا إشكال في هذا الخوف. الثالث من الخوف خوف محرم، خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق أو إلى القنوط من رحمة الله. الشيطان يلبس على بعض الناس، يقول يا فلان أنت الآن تتظاهر هنا في الدورة مثلا بالتقوى والصلاح، وأنت لديك كذا ولديك كذا، وصنعت قبل سنة كذا، وصنعت كذا، وصنعت كذا. فهذا يقول الشيطان طيب ماذا نصنع؟ وساوز. قال اترك الدورة واترك الالتزام وكن على ما كنت قبل من المعاصي والذنوب وكذا. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيطان يريد منا أن نقنط من رحمة الله ونترك الطاعة. هذا عندما أقلع عن الذنب وتاب، تاب الله عليه، ويريد الشيطان يلبس عليه في هذا الباب حتى وإن كان لديه سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لا تقنط من رحمة الله، هذا قنوط محرم. انتبه معي. كذلك الآن لو جاء والد هذا الأخ وقال اليوم ما تصلي، قال الصلاة لله، قال ما تصلي اليوم، تطيع أم لا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. طيب، إذن هذا معنى أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر، خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، خوف من اللصوص، قطاع الطريق، الخوف من النار، الخوف من السباع كالأسد. الثالث من الخوف خوف محرم المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا الخوف. بعد هذا نعم الرجاء، الرجاء والدليل. فمن كان يرجو أن يطمع في لقاء الله، هذه الآية دلت على لقي الله، وفي هذه الآية شرط قبول العبادة. فليعمل عمل صالحا. صالحا، كيف نعرف أن هذا العمل صالح أو غير صالح؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشرك بعبادة ربه أحد نكرة، تعم كل أحد، شرط الإخلاص. إذن هذه الآية فيها شرط قبول العبادة، الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الله عليه. بعدها التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. كم شيء؟ شيء ثلاثة. انتبه يا أخي،
يعتمد. صدق اعتماد وثقة وأخذ بالأسباب. هذا الأخ قال أريد حفظ القرآن وأنا معتمد على الله وصادق في اعتمادي على الله، ثم كان في قرارة نفسه واثق أن الله ميسر له حفظ القرآن اليوم أو بعد سنة، ثم أخذ يراجع ويحفظ ويعرف القرآن، فهذا متوكل. لكن لو قال أنا صادق في اعتمادي واثق ثم ما أخذ لا يراجع ولا يصنع شيء، يا أخي لماذا ما تحفظ؟ قال لا، أنا قد أنام وأستيقظ أكون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحفظ الكتاب والسنة. نقول له هذا تواكل. إذن التوكل صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى صادق. قال كلا إن معي ربي، صدق وثقة وأخذ بالأسباب. إذن لابد في التوكل من أمور ثلاث: أن يكون صادق لا كاذب، واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد، وأخذ بالأسباب المشروعة لا الممنوعة. نعم، فتح الله عليك. والدليل: وعلى الله لا على غيره فتوكلوا. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. دلت هذه الآية بمفهومها أن من يتوكل على غير الله، نسأل الله السلامة العافية، خذ وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على غيره. نعم، أجلس فتح الله عليك. بعد هذا، نعم، دليل الرغبة والرهبة والخشوع. السائر إلى الله لابد أن يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، يجعلهما كجناحي الطائر، فتجمع في هذا السير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا تغلب جانب على جانب فتهلك. والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون. إخواننا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا يسر الله سبحانه، هذا كلام ابن القيم، يقول إذا يسر الله سبحانه وتعالى لك أسباب الطاعة اغتنمها، وإن لم تغتنم أوقات الطاعة قد يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة ولا تستطيع أن تغتنمها. يسر الله لك الآن الحضور في الدورة والحفظ والمذاكرة والاختبارات، اغتنم الفرصة هذه الآن. إذا لم تغتنم الفرصة قد يحال بينك وبين هذه الفرصة ولا تجد حياتك. يقول والدليل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول هذا كثير في القرآن. الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم، تيسر لهم أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخروا ما استطاعوا الخروج. فإذا يسر الله لك أسباب الطاعة لا تؤخر أبد، وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، يعني يجمعوا في سيرهم إلى الله بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف فيغلط بالرحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء ولا يتذكر ما لديه من ذنوب، فينظر إلى ذنوبه كأنها جبل يكاد يسقط عليه، ومع هذا لا يغلط بالرحمة الله، يجمع بين الخوف والرجاء.
هذا في سيره إلى الله. بعد هذا نعم الخشية. ما هي الخشية؟ قال الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. يعني الخشية خوف لكن خوف بعلم. الخشية خوف لكن بعلم. من أسباب طلب العلم أن نريد أن نصل إلى هذه المنزلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية هي خوف لكن خوف خاص. الخشية هي الخوف المبني على العلم لا على الجهل بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. نعم. والدليل قوله تعالى فلا تخشوهم. فلا تخشوهم واخشوهم. فتح الله عليك. طيب بعد هذا نعم يا أخي. الإنابة. الإنابة. ودليل قوله تعالى وأنيبوا. وأنيبوا يعني ارجعوا إلى ربكم. وأسلموا له. أنت عبد. لابد أن تسلم لله. ليس لك أن تقول لماذا أصلي الفجر ركعتين وأصلي الظهر أربع. لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر؟ لماذا نصوم شهر رمضان ولا نصوم شهر محرم؟ لماذا الحج في شهر كذا؟ أنت عبد. العبد ليس له إلا الرضا والتسليم. صح؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو سألك إنسان وقال لماذا نصنع كذا ولا نصنع كذا؟ تقول أنت عبد أم لا؟ نعم. فالعبد ليس له إلا أن يقول سمعا وطاعة. إذا فر الإنسان من هذه العبودية، هذه العبودية فيها عزة ورفعة. إذا فر الإنسان من هذه العبودية وقع في عبودية الشيطان وعبودية النفس. فروا من الرق الذي خلقوا له. خلقنا نكون عبيد لله، وفي هذه العبودية عزة ورفعة لنا والله. فمهما ابتغينا العزة بغيره قال أذلنا الله. هذه هي الحرية في الحقيقة. أما هذا الذي يقول حرية وحرية، هذه الحقيقة ليست بحرية، هذه عبودية للشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما كنت تتصور يوم من الأيام أن تجد من يعبد الشيطان، وجد اليوم في أحد يعبد الشيطان. سبحان قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فأنت عبد تسلم، تقول سمعا وطاعة، وليس لي أن أتكلم بكلمة واحدة. صحيح؟ أي نعم. ويسلم تسليماً.